تفاصيل جديدة صادمة في قضية المعنفة لما رحمها الله، وأيضا نزاهة تنفي أن يكون هناك تأثير لقضايا الفساد على دخل المواطن السعودي. اهلا وسهلا بكم، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. ننطلق من اكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، وايضا المقال الاكثر تعليقا والتعليق الابرز في المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه. نتابع. المقال الأكثر قراءة للكاتب نبيل فهد المعدل من صحيفة اليوم بعنوان المسكينة والسكينة. قرأت مؤخرا عن وقوف رجل في قاعة أمام 100 امرأة وقال لهن إن أحد أزواج الحاضرات أحب امرأة أخرى موجودة داخل القاعة ولم تسمح ظروفهما بالزواج، مضيفا أضاف الله عليه بعضا من الذكاء أنه لا زال يحبها. كيف ستتصرف النساء من الوهلة الأولى؟ وما السيناريوهات المحتملة وغير المحتملة؟ أود أولاً التنويه إلى تياسة هذا الرجل وخيانته عندما كسر قانون الكود الرجالي القاضي بعدم إفشاء هذه الأمور للنساء. كم من هؤلاء النسوة ستسرد القصة لزوجها لمعرفة ما إذا كان يحب خطيبته السابقة مع علمها بأنها كانت أول خطيبة له؟ في المقابل كم منهن ستنهي الأمر في حينه وتطلب من هذا الرجل الأهبل الخروج من القاعة قبل أن يصل كعبها المدبب إلى رأسه. ويكمل الكاتب: لي تجربة مع امرأة شابة تعرفها زوجتي، ففي حالة مشاركتها لنا في الحديث أثناء وجودنا بالسيارة يكون كامل تركيزي واهتمامي معها، وسبق أن اعتمدت عليها لإيصالي بمفردي لمناسبة رسمية أحرص سنويا على حضورها، وأخذني صوتها الرقيق إلى طريق ناء داخل الغابات ولم أصل للحفل إلا بعد انتهائه. وعلقت زوجتي: بعد وصولي خلها تنفعك وحتى لا يذهب تفكيركم بعيدا، فالشابة هي الملاح أي GPS الموجود في السيارة. ويختم المعجل: المعركة مستمرة بين المسكينة والسكينة، وما يجب ألا يستمر هو تعمد إشعالها خاصة من قبل رجل أهبل. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتبة حليمة مظفر بعنوان اللحية والثوب القصير ولما. هكذا بكل بساطة تغدو قصة مقتل الطفلة لما ذات السنوات 5 بدم بارد على يد والدها الذي عرفه الناس داعية تلفزيونيا يتحدث عن الأسرة والرحمة. تغدو خبرا تناقلته الصحف، ونأتي نحن الكتاب بعدها بمقالاتنا التي لا تنتهي عن المطالبة بقوانين تحمي الطفولة ومنذ سنوات، قوانين تفرض مراقبة وفحصا دقيقا نفسيا وماليا وجسديا يجب على القضاء أن يطالبوا به، كما يطالبون بشهادة إمام مسجد على صلاة من سيتولى حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين. فلما هي مجموعة قصص سبقتها إلى القبر بذات الطريقة؟ سؤال عريض جدا، ويا ليته يوضع تحته 100 خط أحمر. لماذا لم تتحرك الجهات المختصة والمسؤولون فيها بعد أن علموا بما تتعرض له الطفلة من تعذيب على يد والدها وزوجته؟ هؤلاء يجب أن يحاسبوا لأنهم ليسوا على قدر المسؤولية. هؤلاء بصدق هم شركاء في هذه الجريمة البشعة. أفاد المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه قبل حصول هذه الجريمة ب8 أشهر خاطبت الجمعية الجهات المختصة كي يوقف التعذيب. يا ناس، 8 أشهر وليس يوما ولا أسبوعا، هل يعقل هذا الإهمال حتى يصل لإهدار حياة طفلة؟ بصراحة شديدة، كل مسؤول مر عليه ملف تعنيف لما ولم يبالي، وربما تأثر برؤية الثوب القصير واللحية لوالدها المجرم الذي في رأيي أساء لهما. وتختم مظفر: السؤال المفزع، إلى متى تستمر قصص كهذه من حرمان الأمهات حضانات أطفالهن نتيجة الثقة بمظهر من لحية وثوب قصير؟ التعليق الأبرز جاء من القارئ منصور عبد الرحمن: الثوب القصير واللحية الطويلة واسطة وجواز سفر فوق العادة، هذا أمر معروف لدينا،
لو كانت هذه الطفلة عند الغرب الكافر لكانوا سحبوها من والدها فورا. سبحان الله، انظروا لأنظمتهم وقارنوها بما نحن عليه. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة عكاظ للكاتب حمود أبو طالب بعنوان هيئة التستر على التضليل، يقول: أرجأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الكشف عن أسماء الجهات والشركات المتورطة في تضليل المستهلك من خلال وضع شعار الهيئة واسمها على منتجاتها والسلع. فضلت مصادر رسمية في الهيئة عدم الكشف عن هوية الجهات المتورطة في الوقت الراهن، مع احتفاظ الهيئة بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات النظامية ضدها. هذا هو مختصر الخبر الذي نشرته عكاظ في صفحتها الأولى يوم الأحد الماضي، ولم تتردد في أن يكون عنوانه المواصفات تتستر على شركات ضللت المستهلك. يكمل الكاتب: شكرا عكاظ، لأنه لا يوجد تفسير ولا تعبير آخر غير التستر، وهذا الانحياز للمواطن هو ما يرجوه من الصحافة وأي وسيلة إعلامية أخرى. الهيئة بتصرفها هذا وقعت في خطأ فادح، لأنها أعطت لنفسها حقا لا تملكه، هو التسامح مع جهات مارست التضليل والتزوير الذي يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك. إنها جريمة مزدوجة ضد المواطن حين تعمد جهات إلى غشه وتضليله، ثم تأتي جهة رسمية مسؤوليتها حمايته لتتستر على تلك الجهات في انتظار أن تتكرر الواقعة. ويختم الكاتب: إذا كان موقفها الآن مثل هذه السلبية، فمن ينتصف للمواطن من الهيئة أولا، ثم من تلك الشركات الفاسدة التي تنعم بالحماية والتستر عليها؟ ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، والهاشتاج الأنشطة لدى المغردين والمغردات السعوديين والسعوديات، وأيضا قبل ذلك الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان الماضي، مصورا ملاحقة الفواتير وأقساط القروض والسيارة للراتب حال نزوله. من الهاشتاجز الأكثر نشاطا: هاشتاج السعودية والأرجنتين، هاشتاج استقبال ميسي، حيث يخوض المنتخب السعودي لقاءه الودي أمام نظيره الأرجنتيني الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي. وقد تسبب وصول النجم الأرجنتيني ميسي إلى مطار الملك خالد بحدوث فوضى عارمة في صالة الاستقبال، والذي أدى إلى استياء عام بين الإعلاميين وفي مواقع التواصل الاجتماعي. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة: فيديو شجع المنتخب في لقائه المرتقب مع الأرجنتين مع مجموعة من نجوم الإعلام والفن. أنا وطني وشجع الأخضر. أنا مش وطني. كيف مش وطني؟ أنا مش وطني إذا ما شجعت الأخضر. قول هشوة. أنا مش وطني إذا ما شجعت منتخبنا الوطني. أنا مش وطني إذا ما شجعت المنتخب. أشجع المنتخب. شجع المنتخب. منتخبنا بحاجة لكم. ادعموه. شجعوه. سندوه. تفولة. حضورك مهم. وتشجيعك يفرق. تفوز. تتعادل. تخسر. أنا معاك والله. برضو حنا معاك. يا منتخبنا. أنا وياه. موعدنا إن شاء الله في الملعب. في هالتاريخ. الأخضر. ونتابع نشرتنا مع أخبار المملكة العربية السعودية اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام. مئة ألف مستبعد من برنامج حافز الشهر المقبل. عام 1434 هجريا موعد البدء في رفع وزارة العمل تكلفة العمالة الوافدة. 900 وظيفة لصالح هيئة تقويم التعليم العام تم إلغاؤها، وتوقعات أن تصل ميزانيتها إلى 300 مليون ريال. 150 مدرسة أهلية مهددة بالإغلاق في جدة، ومخاوف من استغلال الأجانب للسوق. 24 توصية تستأصل مخالفات الحج. 4 ملايين حمامة تشعل أزمة في مكة. 230 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تنتج عن استهلاك الكهرباء في المملكة. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم. اشتكى مواطن في الجوف لبرنامجنا يا هلا عن سوء خدمات مستشفى الأمير
عبد الرحمن السديري بعد أن دخل أخاه للعلاج دون أي جدوى ترى حادث مروري، ورغم أن الشخص لديه أمر بنقله إلى مستشفى في الرياض إلا أن لم يحرك أي أحد الحقيقة ساكن كما يقول. يعني طبعا هو اتخذ إجراءات جمع أموال لعلاجه على نفقته الخاصة حتى يحاول ينقذ الموقف، بس إلى الآن ما مش الحال. طبعا إحنا المستشفى يجينا شكاوى كثيرة، لكن نحاول نفرز الحالات اللي نتأكد إن فيها مشكلة قد ما نقدر. طبعا معي خلف الرويلي وهو شقيق المصاب. خلف أهلا وسهلا بك، حياك الله. وش مرض أخوك تحديدا؟ وقول لي المدة والمستشفى اللي أنتم عندكم أمر علاج فيه ولم يتم نقلكم، ومن الجهة اللي هي متسببة في ذلك اللي رفضت النقل. الأخوي صار له تقريبا من شهرين عمل حادث انقلاب، ولحد الآن في العناية، يعني ما في تحرك، بالرغم أن الأجهزة عندنا، يعني الأجهزة مستشفى الجوف ضعيفة جدا على المرضى اللي زي حالة أخوي وأشد منها. بعدين أنا أشكر الدولة ما قصرت بتوفير ميزانية مخصصة لكل وزارة من وزارات المملكة ومن ضمنها وزارة الصحة، بس التقصير جاء بسوء التنسيق بين الوزارات. أما صاحب السمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف كعادته يهتم بمنسوبي وزارة الداخلية في جميع القطاعات، وأن سموه حفظه الله وجه بنقله ولم يتجاوب مع اتصالاته ولا برقياتنا أحد من مكتب سموه، رغم توجيه سموه الواضح بنقله. هذا أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وكذلك وزير الصحة الربيعة بالنظر في علاج شقيقي في أسرع وقت ممكن. وأقول لوزارة الصحة أننا ناس بسطاء لو نملك القدرة على علاجه في أي مستشفى خاص حتى ولو خارج المملكة، لما طلبنا سرير من مستشفيات الوزارة هذا، ونتمنى سرعة التوجيه بنقله قبل تدهور حالته الصحية لا سمح الله ولا يعود ينفع معه العلاج. هذا وطلب من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية وكذلك وزير الصحة بنقله لمدينة الملك فهد. طيب بس لحظة، يعني الأمير محمد بن نايف وجه بنقله، أخوك موظف في وزارة الداخلية في القطاع؟ أي نعم. طيب وجه بنقله إلى أي مستشفى؟ وجه نقله إلى هذا مستشفى قوى الأمن. قوى الأمن. وطيب من اللي يعني ما يعني في إخلاء طبي رفض المستشفى؟ الإخلاء كلمتهم، الاخلاء كلمت يقول انا اسم احمد مجدول عندي بس ابي سرير من اي مستشفى في المملكة. طيب قوى الامن ما في سرير هنا في الرياض؟ ما قالوا لي ما في سرير. طيب عد مره ثانيه لمن يسمعنا كم صار لاخوك وعنده ذا الامر وما في سرير؟ تقريبا بحدود شهرين. طيب الحاله عساها مستقره؟ الحاله يعني بالحيل، يعني ما هي يعني شوي يعني حالته، يعني تدريج علاجه بالشفاء تدريج. يعني احنا عندنا هنا في الجوف ما هو بس سهول، في حالات اشد منها. يعني هذا الاجهزه اللي في مستشفى الجوف يعني قديمه، بنفس الشيء قديمه ولا هي تقوم بالغرض اللي تحتاجها المرضى اللي زي شقيقي واكثر من شقيقي. طيب انت ليش ما خاطبت وزاره الصحه؟ أرسلت لهم يعني كم مرة ندق عليهم ما حد يجاوب معي. طيب أرسلت لهم بالبرقية، أرسلت لهم طلب علاج، خطب المستشفى اللي أخوك فيه ما طالب الوزارة؟ أرسل جميع مستشفيات المملكة بدون تحديد. نعم. طيب نتمنى لأخوك الشفاء. شكرا خلف الرويلي. أنا ونتمنى المسؤولين يسمعونا. طبعا أعيد وأكرر، حالة خلف أكيد هي وصلتنا لكن في حالات لم تصلنا. الأمر الآخر يعني أعتقد أن الناس يعني ملت لدرجة أنه صاروا يبغون كل مشكلة أنه خادم الحرمين الشريفين يحلها. طبعا من حق أي أحد يطلب خادم الحرمين الشريفين يحل المشكلة وهو قادر على ذلك، لكن إحنا نتكلم عن سيستم وعن نظام يريح الناس. يعني إذن على الوزراء والعاملين في الوزارات أنهم لا يوصلون للناس
لهذه الحالة من اليأس اللي صار في يأس إنه أحد يحل المشكلة من الوزراء ولا. فلذلك تلاقي الناس على طول صاروا يطالبون القيادة، يطالبون الملك عبد الله، يطالبون الأمير سلمان، يطالبون وزير الداخلية. هذه مشكلة كبيرة. وأساسا يعني غلط إنه نصل لهذه المرحلة. وليس دور الملك الدخول في هذا التدخل. فشكرا وكل شيء، لكن على كل المسؤولين أن يطبقوا إرادة الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه الإرادة اللي لا أتوقع إنه هذا الاتصال يرضي كل أحد، وهذه الحالة ترضي يعني أي إنسان حصيف أو أي إنسان واعي أو أي إنسان وطني. لا أتكلم عن حالة شقيق خلف الشمري، خلف الرويلي، أتكلم عن هذه الحالة وعن حالات كثيرة. عموما احنا حاولنا نوصل الصوت وإن شاء الله يفيد هذا الأمر. راح نروح الفاصل ونعود بعد قليل. عندي أهلا وسهلا بكم من جديد. بحسب المعلومات التي وردت من والدة الطفلة لما مساء أمس على برنامجنا يا هلا، نستكمل حلقتنا الليلة من وجهة نظر جمعية حقوق الإنسان ووجهة نظر المشرفة على الحالة الصحية. طبعا كانوا على جمعية حقوق الإنسان كانوا على صلة وثيقة بالموضوع وبالطفلة لما، وأيضا في تفاصيل حقيقة صادمة جدا ويعني يقشعر لها البدن ويبدو لي أنه البنت هذه ضحية، والمشكلة في الأب وفي الأم يعني كلهم. راح نعرف ليش بعد شوي، بس خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود. ناشدت والدة الطفلة لما عبر برنامج هلا مساء أمس العدالة بأن تأخذ حقها من طليقها الذي اتهم كأب وكداعية لتعنيف ابنته حتى الموت، كما أوضحت ذلك تقارير المستشفى. شكواي للملك. نعم، وصلت الشكوى. نعم، رفعت شكواي لله ثم الملك الله يحفظه. طيب شوف قضيتي الله يجزاه خير. ذاقت والدة لما على حد قولها الأمرين بتعنيفها وابنتها المغدورة، ومن ثم فراق لما قبل موتها بحالة مأساوية، حيث عانت من كسر في الجمجمة وورم في أجزاء جسدها عدا الكي الذي رافق الجروح وهي ذات الخمسة أعوام. سلموا الطفلة للمستشفى وبعدين مسكوا في نفس الوقت على طول، جابوا الشرطة حقت المستشفى على طول شنو. طيب هو بعد 9 شهور كم صار له عدد فيه؟ نعم كم صار له عدد فيه؟ والله على كلام التحقيقات يقول شهر أو زيادة عن الشهر. هو عدد فيه؟ إيه. هذا متكرر حرق قبل حرق. طيب متى مسكوه بالضبط؟ ها؟ متى مسكوه؟ ها؟ متى سجنوه؟ في نفس اليوم اللي وده هو البنت لنفسه المستشفى على أساس أنها ميتة. والدة لما التي أفصحت أنها كانت ضحية لشخص يدعي أنه متدين قبل أن تكتشفه على تعاطيه المخدرات وترك الصلاة، خلافا على ما يدعيه على إحدى القنوات التلفزيونية بالتقوى. حرم أمة محمد. نعم. وهوايه لما انتهوا طاعت الله توديك للفردوس، الله يجعلنا من أهل الفردوس. اللهم يا رب العالمين. هي الهواية هواية الشيطان. الله أعوانا. الإبرة هذه تعتبر جندي من جنود الشياطين. وهذه نهايتها. أي نعم. هذه نهايتها. والحبة نفس الطريقة في الدمار. يعني ما بالك الناس هذول اللي الله المستعان تشوف الخاتمة لك. أهلا وسهلا بكم من جديد. ضيوفي الأعزاء دكتورة سهيلة زان العابدين وهي عضو جمعية حقوق الإنسان، ولكن تتحدث هنا الليلة بصفتها ناشطة حقوقية ومهتمة بهذا الأمر. أيضا سنرحب بالأستاذة رندا كليب وهي أخصائية اجتماعية للملك سعود الطبية ومشرفة على الحالة، وعندها تفاصيل الحقيقة شوي مزعجة ربما. وراح نبدأ معك أستاذ رندا. أهلا وسهلا بك، شكرا لتجاوبك وحرصك على إيصال معلومة تهم الرأي العام.
ودي أعرف آخر التفاصيل الحالة اللي ما يعرفونها الناس واللي وصفناها إحنا على تويتر وفي بداية الحلقة بأنها صادمة. يسعد مساك يا أخوي علي ودكتورة سهيلة، يسعد مساكم جميعا. أهلا وسهلا. بداية أعزي والدة لما وأعزي صراحة المجتمع على هالقضية المأساوية اللي هزتنا وهزت الرأي العام. نعم. هو بحكم أني أخصائية اجتماعية في المستشفى في مدينة الملك سعود الطبية، مسؤولة عن حالات العناية المركزة. نعم. زي ما هو تداول في الإعلام أنه حالة لمع دخلت في حالة طوارئ فاقدة للوعي، بعد الفحص طبعا تبين أنه فيها نزيف داخل الدماغ وكسور في العمود الفقري في أحد فقرات العمود الفقري وكسر في الجمجمة هو اللي أدى لها النزيف بالدماغ، وصار في تدخل سريع وعملية جراحية. نعم. صارت موجودة في نومة لمع في العناية تقريبا 9 شهور. نعم. تقدمت لها كافة الخدمات الطبية من كافة الفريق الطبي، كان يعطونها اهتمام خاص لسوء المعاملة اللي تعرضت لها لما. نعم. تحولت الحالة لجنة الحماية من العنف الأسري اللي هو مركز حماية الطفل الموجود عندنا في المدينة، بخاصة يعني الحالات الأطفال المعرضين للعنف أو الحالات النساء. نعم. الموضوع يعني الحين صاير فيه لازال تحقيق المشكلة، لأنه ما في نتيجة توصل ممكن نعلن عنها اليوم، فالتحقيقات هذه راح تظهر غدا إن شاء الله، متابع لها الدكتور نبيل القصيبي المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية. التحقيق تشكل لها لجنة من مجموعة من الاستشاريين. قد يكون إن هناك في أشياء أو أجزاء مبهمة عن القضية غير واضحة، إنه ممكن يتضح لنا غدا. بس أستاذ رندا، إحنا يعني تحدثنا معك وعندك معلومات والتزمت أنك تقولينها الآن، اللي هي تقولين أنه وصلت الفتاة المستشفى وهي مغتصبة من والدها من يعني من جميع الجهات. هو من التقرير وحصل منه من الطب الشرعي موجود في المستشفى أنه تعرضت لإصابة بالكدمات، فهو لسه حد ما راح يوصل فيه أنه تأكيد على هالموضوع لحد ما يصدر بيان الصحفي بكرة. هي. ماذا عن ماذا عن بكارة الفتاة؟ والله كتفاصيل هي صحية وطبية أنا ما أقدر أوضح عنها أكثر من كذا كوني كأخصائية اجتماعية. فراح يصدر إن شاء الله حتى بيان صحفي. نعم. واللي قريتيه أنت هذا التقرير والله راح يكون شيء مبهم يعني بكرة لما ينزل الخبر. مو أنا أنا بس بكرة بيشوفون الناس الآن على ما قالت الأم. إيه لا بس الآن إيش المعلومات اللي بكرة راح تكون في البيان الصحفي؟ الحين صراحة يخفاني الموضوع بالتفصيل، لكن لازالت اللجنة الحين. طيب التقرير اللي أنت قريتيه التقرير الطبي الشرعي إيش كان موجود فيه؟ وأنا ما أقدر أعلن الحين وأستدق البيان الصحفي راح يطلع. أبرز ما كان فيه طيب؟ هو حتى الأم وضحت إنه في كدمات على. لا خلينا من الأم المعلومة اللي عندك أنت، يعني هذه تسألين عنها أنت يعني يوم القيامة، أنت مؤتمنة على أنت على الهواء الآن وكنت ملتزمة بقول كل الحقائق. أكيد. أنا اللي أقولك اللي هو اللي مفروض إنه يطرح. وراح يطرح إن شاء الله غدا تفاصيل، ما في شيء راح يخفى على الإعلام. وش اللي يخلينا أجل البكرة؟ أنا كياهلا ما أبغى أجل البكرة، أنا أبغى المعلومة الآن. لا أنا كوني كأخصائية اجتماعية ما يعني أتكلم باسم المستشفى كبيان صحفي إنه صار تقرير طبي شرعي صار على الآلة كذا وكذا وكذا. نعم. فأنا مشاركة وأكيد باسم المستشفى باسم اللي مشرفة بقسم العنايات المركزة. نعم. فهذه التفاصيل اللي بس من المؤسف يا اخت رندا، انه انت لما تكلمنا معك قلتي انه البنت مغتصبه اتت لهذا المستشفى، والان تغيرتي وقلتي انتظر البكره. انا لا انتظر البكره، فالان انفي المعلومه واكديها اللي قلتيها لنا في المكالمات. عموما شكرا، اذا تبغى تتداخل مره ثانيه جيد. شكرا اخت رندا، انا عموما صادق معكم من العصر ومن الصباح وإحنا نتكلم، وفي معلومات تؤكد اللي ذكرت، عاد يطلعونه في بيان ما يطلعونه في بيان هذا موضوع آخر، لكن أتمنى من أي أحد لما يكون عنده شجاعة يقول معلومة ويؤكد. وعلى فكرة يعني المكالمات موثقة وكل شيء، فبالتالي
ما يعنيني في الأمر أن الموضوع صادم. الفكرة فيه أنه في تشتت في القضية قاعد تتفرع، ولا عندي يعني أنا عندي حرص شديد لا أظلم لا أب ولا أظلم أم، لكن أيضا من المعلومات المحزنة أنه الأخت رندا تقول أنه الأم لما علموها أن بنتها ماتت قالت ليش ما ترسلونها لي، قالوا تعالي شوفي بنتك، قالت قالوا لها قالت لهم ممكن ترسلوا لها الشرقية، بمعنى أن هذه البنت أهملت من كل الأطراف. يعني وإن تعاطفنا مع الأم وإن الأب يعني قسى الناس عليه، لكن كلهم الاثنين عندهم مشكلة. موضوع الأب موضوع مأساوي ومخزي ومزري ومقزز، ولكن في نفس الوقت لم تكتمل التحقيقات. على إدارة المستشفى، على الجهات المعنية أن توضح للرأي العام كل التفاصيل، حتى ما يجي أحد يتكهن ولا واحد شو اسمه يرسل لك على جوالك ولا هذا. واحد مرسل لي أمس يقول اتق الله لحوم العلماء مسمومة، وش دخل العلماء في القصة؟ يعني علينا أن ننضج في قضية رأي عام، سواء إن شاء كان من هندوراس ولا من السعودية ولا ليبرالي ولا متدين ولا مقصر الثوب ولا مطول الثوب، لا يعنينا هذا الأمر. ما يعنينا هو أنه في كارثة، في قضية محزنة. دكتورة سهيلة أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أنا انفعلت شوي لأنه نتمنى من كل المصادر أن يكونوا شفافين وواضحين. نعم. اليوم هذه المعلومة اللي وصلت لنا، سواء كان في كدمات ولا واحد يقول مغتصبة من نفس المستشفى، على ما يعني يقودنا هذا إلى إيش تحديدا؟ اسمح لي، أنا الحقيقة يعني استغربت من موقف الأخت، لأنه الإنسان هنا في حالة شهادة والشهادة لا كاتمها آثم، وطالما أنه في حالة يعني سيصدر بيان غدا من طب شرعي وأن البنت مغتصبة، أنا أقول أنه في للأسف الأم ما ذكرت شيء أمس مفروض أنها تذكره، وهي ذكرته لي أنا وذكرته لأكثر من مصدر، يعني لم تقله لي أنا فقط. نعم. يعني قالت لأكثر من مصدر هذه المعلومة، أنه في البداية عندما أخذها أبوها من قبل كان شاكك في بكارتها، وعملوا كشف على عذريتها وثبتت عذرية البنت. فالأب كما يبدو أنه يريد أن يثبت أن الأم غير صالحة للحضانة بهذه الطريقة، ويريد أن يأخذ البنت لحضانته. يعني الظاهر أو من المعلومة التي باين أنها ستظهر غدا، ومن خلال كلام الأخت أنها كانت تخشى لأنها مسؤولية العمل وأنها تحاسب وتسأل إلى آخره، أنه قام بعملية الاغتصاب فقط ليثبت فعلا أنه هو شك في سلوكها، ليبرر لنفسه يعطي لنفسه مبرر لما قام به حتى يعفى من العقاب. يعني هذه العملية واضحة، وما ذكرته الأم أمس يؤكد هذه المعلومة، لأنه تقول أنها مغتصبة من كل الجهات، أنه كان قام معرف إيه في دبرها والأمور هذه، يعني حتى يمكن ليخفي جريمة الاغتصاب أو حاجة من هذا القبيل. لكن عموما يا أستاذ علي، أنه هذه القضية تختلف عن قضية العنف ضد الأطفال المطلقات أمهاتهم وخاصة البنات السابقة، إنه كان عنف فقط ممارسة عنف إلى حد الوفاة، لكن هنا أيضا يدخل بعد آخر في هذه القضية، وهو قضية الشك في سلوك. يعني الرجل هذا للأسف الشديد يعني ما يعي إن هذه طفلة، هذه الطفلة بريئة عمرها 5 سنوات، لا تفهم ولا تعي في الأمور شيئا، ولا يعني حتى لو تعرضت هي، لو ثبت يعني من قبل إن هي تعرضت لاغتصاب، فهي طفلة صغيرة لا تحاسب، ليس عليها لا عليها أي عقاب، ولا تسأل ولا تحاسب، لأنه رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر ويبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهذه الطفلة الصغيرة لا يحق له الأب أساسا أن يمارس أي عنف ضدها، ولا مبرر له، وقوله أنه يشك في سلوكها وأنها في هذا وثبت عذريتها ويقوم بعملية الاغتصاب. نعم. هذه ليثبت أنه على حق، هذا يضاعف من جرمه. الذي أخشى وقلت من قبل أنه إذا تحولت للقضاء
قد يحكم أو يأخذ القاضي ب الولد لا يقتل بولده. وهذا الحديث أساسا يعني اختلف العلماء في صحته، وحتى الإمام الشيخ الألباني عندما قواه أو أثبت صحته بالسبعة الطرق بين الضعف الواضح في في الرواة بطرق السبعة. والحادث أنت عندما تعلمها تجد أنه لا يمكن ولا تقبل. يعني نقول إنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل في عهده أن رجل أنجب طفلا من جاريته، وعندما كبر وأصبح غلابا الأب طلب من الأم أن تحضر له شيء بصيغة أمر أو هذا، فقال له الغلام إلى متى وأنت تتأمر على أمي بهذا المعنى. فغضب الأب وضربه بالسيف على رجله فقطع رجله فنزف حتى مات. فزهق لما حكم عليه سيدنا عمر بن الخطاب بالدية فقط، وقال له لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده لقتلتك. أساسا هذا لا يمكن يقبل، أنه سيدنا عمر بن الخطاب يقول هذا القول ويقف هذا الموقف، أنه رجل يرفع سيفه على ولده مجرد قال له كلمة ويقتله. نعم. يعني إحنا هنا عندما نقول يعني هذا الحديث للأسف أورده هذه الرواية أوردها المغني ابن قدامة في كتابه المغني في كتاب القصاص. وهنا شوف امتناع قتل الوالد بولدي وإن سفل. وقال إنه البعض إنه في بعض العلماء أو بعض المحدثين قالوا بعدم يعني صحة الحديث، أو ما قال هو بأشر لأنه الحديث صحيح. طبعاً أو بس خليني أوضح شغلة دكتورة للمشاهدين، ما يقودنا أو ما قادنا الحديث عن هذا الأمر ونحن نستطرد فيه هو خوف كثير من الناس ومن ضمنه الدكتور سهيلة بأن هذا الأب إن ثبت كل هذا الأمر قد يخرج من القضية سالما، ربما لن يقتل، ربما يسجن، بس في احتمالية كبيرة. وهذا في غالبية القضايا الولد لا يقتل، يعني من قتل ولده لا يقتل فيه للأسف، ولا حتى الزوجة إذا قتل. القضاء عندنا مواضح في الملف. اسمح لي كمان أستاذ علي، لأنه اللي خليني يعني أخاف أكثر أنه في أحكام قضائية صدرت على أزواج قتلوا زوجاتهم بحكم 5 سنين. هذاك الذي ذبح زوجته وهي ترضع طفلتها عمرها 6 أشهر وأغلق الباب عليها ذبحها كده وغلق الباب ولين نزفت وتأكد إنها ماتت، اتصل بأهلها تحكم عليها ب5 سنين وكم جلدة. وفي واحد اللي هو ربط زوجته في السيارة وأخذ يوديها ذهابا وإيابا لفها ولين، وبعدين بعد كده داسة حتى يتأكد من موتها تحكم عليها ب12 سنة. إيش علة الحكم هنا؟ إنه له أطفال منها. وهنا شوف الزهري، الإمام الزهري هنا أوردها ابن القدامى المقولة له لا يقتل الزوج بامرأته لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة. أساسا الإسلام لا يبيح قتل أي إنسان، يعني حتى الأمة إذا قتلها يقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عبدا قتلناه ومن جدعه جدعناه. فهنا نجد أنه إذا كان ابن قتامة ذكر هذا الحديث ويقول هنا أنه لا يقتل الولد بولدي لأنه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث ضعيف لأنه في محمد بن المنكدر هذا ضعيف ولا يؤخذ به، الحديث الضعيف لا يؤخذ بها. وهذا الحديث أيضا لما يقول أنه أنت ومالك لأبيك يتنافى مع قواعد الميراث ومع آية المواريث. طيب راح لأنه إذا كان اسمح لي بس نقطة لأكملها، إنه لو كان أنت ومالك لأبيك كان الولد لما يموت الأب يرثه بالكامل، ما في أحد له ورثة تاني. نعم. وهذا ما يصح. بالعكس إذا مات الولد وعنده بنت وفي أبوه، البنت تأخذ أكثر من الأبو، تأخذ النصف والأبو يأخذ أقل أبو الولد. نعم. فإذا بأي حق هنا يقول وأنت ومالك لأبيك؟ فهذا الحديث ضعيف. وحديث تاني إنه ضرب العشر حق فرض الصلاة أيضا ضعيف. وهنا حتى لو أخذ مبرر الأب إنه يؤدبها،
التأديب بالنسبة لهذا يكون لو كان سلبنا بصحة هذا الحديث، مع أنه هذا الحديث ضعيف لسن 10 وليس للصلاة طيب. وليس 5 سنوات. عندي فاصل ورح نكمل أيوة. بس بعد فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن هذا الأمر المحزن وهو قضية لمى المعنفة اللي في تفريعات كثير في القصة. تحدثنا عن معلومات جديدة اليوم اللي هي أنه وصول البنت للمستشفى وهي كانت مغتصبة، وأقل ما يقال أنه أماكنها الحساسة كان فيها كدمات، وغدا بيان، لكن مصادرنا تقول أنه جاءت مغتصبة إلى المستشفى للأسف. تحدثنا عن الأم والأب وماذا كان يعني عليهم أن يفعلوا، وتحدثنا أيضا من ناحية من الخوف اللي ممكن أن هذا الأب يعني ينفذ بجلده. ضيفتي الدكتورة سهيلة زين العابدين حمد، أهلا وسهلا بك. كنا تفرعنا في موضوع التفاصيل القانونية. نعم، هي شرعية قبل أن تكون قانونية. نعم. لأنه إحنا ملتزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. وللأسف في بعض الأحكام الفقهية بتبنى على أحاديث ضعيفة ومرسلة وموضوعة وشاذة، ومن ضمنها هذا الحديث. يعني هذا في حالة حصلت عام 1954 في الإسكندرية، أب أغرق ولدين له إلى أن مات توفي، فحكم عليه بالقصاص. فعندما ذهبت القضية للمفتي الإسكندرية آنذاك رفض الحكم وقال لا يقتل الولد بوالده، ولكن القاضي أصر على تنفيذ الحكم ونفذ الحكم، وأثيرت القضية في الصحافة. فكان من ضمن الذين أبدوا رأيهم في هذا الموضوع الشيخ محمود شلتوت، الشيخ نعم. الإمام الأزهر، وهذا عالم جليل وعالم كبير ومرجعية نثق فيها جميعا، وهو قال أنا أخذ برأي أنه وجوب القصاص لأنه يتفق مع مضمون الآيات. فالآيات كلها يعني ما في استثناء للأب، ويعني الكلام اللي قالوا أنه إذا كان البعض استند على حديث لا يقتل والد بولده فلم يثبت هذا الصحيح الحديث، وطعن بعض المحدثين في صحته. كمان نجد أنه الشيخ ابن عثيمين في فتاوى وفي برنامج على الدرب تكلم عن هذا الموضوع وقال أنه هذا الإمام مالك أساسا يقول بقتل الوالد. وفي علماء من هذا وقال أنه يعلة هؤلاء لأنه يقولوا أنه الأب سبب في وجود الابن، فكيف يعدم الأب بسبب الابن؟ فقال هذا العلة ضعيفة لأن الأب هو عدوانه على الابن هو الذي سبب مقتل الولد، وبالتالي هو اللي أدى إلى إعدامه، هو يعني فعله هو اللي أدى إلى إعدامه وليس ولده. وهنا أقول أنا في هذه القضية عدوان الأب على لما هو الذي أودى بحياتها، ولا نقول أننا نجد الآن علة أنها عشان خرجت من غرفة الإنعاش وماتت، لأنها البنت وصلت في المستشفى في حالة منتهية، يعني في غيبوبة تامة لا تتحرك، وهذا حسب كلام الأم لي اليوم لا تسمع، مشكوك أنها تشوف. البنت ما تكلمت، ما قالت أي شيء لأنه ما حد يعلم ماذا حدث لها، يعني من ما في أي إشارة حتى بعض أطرافها تتحرك. فالبنت يعني منتهية، مجرد يعني ما مسألة ما نأتي ونقول إنه بسبب خطأ طبي ماتت. نعم. ويفلت الأب من العقاب. نعم. إنه عدوان الأب على البنت هو الذي أوصلها إلى المستشفى وأوصلها إلى هذه المرحلة، وهي موجودة في العناية المركزة أكثر من 6 أشهر، ولو عاشت ستعيش في حالة غيبوبة مستمرة وما طيب. في حياة لها. دكتورة فيه إحنا علي أيام يعني في منهج مناهج الفقه ما أعرف أي سنة، ما أدري إذا تغيروا الآن أو لا، موجود أنه لا يقتل الـ الأب في إذا قتل ابنه، يعني في المنهج. يعني وبالتالي لما يكون في منهج دراسي هذا دليل أنه المرجعية الشرعية اللي تقول بذلك ربما تكون معتبرة.
هو للأسف الشديد هنا لما ذكر ابن قدامة وهذا الكتاب يدرس فيه المعهد العالي للقضاء في كلية الشريعة ومن كتب الحنابلة الفقهية ومن الكتب المعتد بها لم يشر إلى ضعف الحديث وحتى بيقول إنه شهرة تغلب الإسناد ما الكلام إذا كان لا الإسناد ولا المتن نفس فحوى الحديث ما يتفق مع مضمون الآيات أساسا وفو الإسناد كله فيه ضعف كله فيه ضعف حتى لما الشيخ الألباني أراد أن يثبت صحة الحديث بطرقه السبعة في كل واحد من الرواة أوجد فيه ضعف قوة بنفسه الحجاج بن أرطاء المسنى بن ضعيف إلى آخره رواة لا حصر لهم كله فيهم ضعف ولاحظ هذا الحديث لم يرويه البخاري ومسلم لم يرويه هنا في أحاديث يعني على الأقل أنا أعتب على محقق هذا الكتاب أنه لابد أنه يبحث في هذا لأنه مليء بأحاديث ضعيفة مليء هذا الكتاب بأجزائه الأحدى عشر مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وكذا فالمفروض المحقق على الأقل يثبت يبين في الهوامش ضعف هذه الحديث حكاية أنه يوجد في المقرر هذا الكلام وهي أحاديث ضعيفة ومختلف في صحتها هذا يحاسب واضع المنهج ولابد أنه أنا طلبت أنه يعاد النظر في مناهجنا ليس بس يعني حتى مناهج التعليم في مختلف المراحل المناهج الدينية لأنه خطابنا الديني أساسه يا أستاذ علي قائم على كثير من أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة طيب. وأنا عندما أتكلم هنا للأسف الشديد لأني امرأة ما يأخذ يعني في تعليقات بعض القراء مؤلمة جدا لأنه لو قال هذا الكلام رجل لقبل منه ولكن لأني امرأة لماذا؟ النساء هذا كنا معلمات ابن تيمية يتعلم على شيخات الإمام السيوطي يتعلم على 80 شيخة امرأة نعم. لماذا نحن نحصر العلم بالأمور ديننا على الرجال فقط ونستكثرها على المرأة نعم. وأنا متفرغة للبحث العلمي 35 سنة بعد ما تخرجت من الجامعة ولا عندي لا وظيفة ولا شيء سوى البحث العلمي والآهد فهذا كل الجهد المبذول والذي يبذله الإنسان في البحث يعني العلمي وناشأ في بيت علم ودين وفقه ومتخرجة من الأزهر نعم. فيشك دكتورة حتى سهيلة أنت معنا احنا نقدرك ودائما تظهرين في كل القنوات وتأتي لأنهم يقدرونك ويحترمون علمك لكن خلينا بس في موضوع اهتمامك أنت بالمعنفات في قضايا مرت عليك مشابهة لهذه القضية وفلت منها الأب كثير أنت يعني حتى تسمع يعني يمكن في حالة واحدة فقط إلا نفذ في الأب الـ والزوجة الأب القصاص لكن في كثير من القضايا فلت الأب ودائما أنا أسمع مقولة إنه لا يقتل الولد بوالده لأنه الولد الأب هو الأساس لا من قال إنه هذا الأساس هنا معناته يعني إحنا نبيح لما نبيح للآباء قتل أولادهم فنزيد من العنف ولابد من العنف الأسري الآن يعني لو كان هذا الأب يعلم أنه إذا ماتت ابنته من هذا التعذيب هو سيحكم عليه بالقصاص ما كان أقدم على هذه الفعلة نعم. ولابد أن يكون لأنه ربنا يقول ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب ربنا قال وأن النفس وكتبنا فيها أن النفس بالنفس ما استثنى الآباء ما استثنى أحد النفس بالنفس وكل الناس سواء هنا حتى في أحاديث خطيرة جدا يعني غير صحيحة طبعا يقول لا يقتل مسلم بكافر أي كان يعني هل معنى هذا أنه نبيح للمسلمين يقتل الكفار هكذا نعم. يعني أشياء خطيرة جدا بتوجد في هذه الكتب وما يوجد تحقيق فيها ولا التأكد منها ونقول هذا حديث وأنت بتنكر حديث طيب. وتقوم عليك القائمة أنت عندك خبرة طويلة في متابعة هذه الملفات في موضوع المعنفات نعم. بعد حلقتنا أمس في كثير ما أقول كثير لكن في عدد من الناس قالوا في حلقة مفقودة ما نعرفها يعني لما سمعوا لهم في ناس تعاطفوا وقالوا كلامها صحيح في ناس قالوا لا في شيء مفقود أنت من خلال متابعتك للقضية سمعتيها أمس كلمتيها اليوم تابعتي موضوع والدها هذه الفتاة أيضا عندك معلومات من الناس المشرفين إحساسك وين يقودك إلى في هذه القضية يعني ما في ولا 10% أنه الأب ربما يكون مظلوم في القصة أو في شيء غلط أبدا كل المعطيات تدين الأب كل المعطيات تدين الأب وللأسف لأنه
موروث عند في فكر الفكر يعني هذا حتى بين الله جل شأنه في آية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. بعدين ربنا إيش قال؟ ألا ساء ما يحكمون. فهنا الأب يشكك في عرض بنته وفي سلوكياتها، وحتى إنه هم بيعدوها وهي صغيرة، وربنا قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا الفكر متوارث عندهم، وللأسف نجد إنه المفسرين بعض المفسرين عندما يفسرون بعض الآيات القرآنية يقللون من شأن الأنثى ويعتبرونها أخص النوعين وأردأهما. هذا موجود في كتب التفسير البيضاوي بن كثير والزمخشري، والحديث يطول في هذا الموضوع. أنا عندي بحث كبير من أكثر من 400 صفحة في هذه الأمور اللي أبين فيها ضعف الأحاديث والأمور. فهنا تجد إنهم ينظرون إن المرأة دائما إنها للفتنة، خلقت لمتعة الرجل وخدمته، وبالتالي فهي موطن كل فتنة وكل شبهة. حتى حديث النبي يقول الناس خرجت المرأة استشرفها الشيطان وما رأيت أكثر فتنة أكثر من النساء على الرجال إلى آخره. كل أحاديث هذه بيّنت ضعفها، وفي سلسلة لي مقالات في جريدة المدينة بهذا الموضوع. فهو في ذهنه هذا الأمر، الأب، ولهذا نجد إنه قام بهذه الأعمال كلها من أجل يعني. طيب. ما يعني نعم. إذا في حال ثبت على الأب كل كما ذكرت. أنا بقول كل المعطيات. نعم. المعطيات نعم تدين الأب. في حال يعني تم الإثبات نهائيا قطعيا. إيه؟ تتوقعين ينفذ فيه الحكم ولا راح يكون زي القصص الماضية؟ والله أخشى. أنا يعني أنا أتمنى إنه يعني قضاتنا ينظروا إلى الأمر، يعني حتى لو كان يأخذوا بهذا الحديث وهو عدم صحته، فطالما إنه ظهر حالات عنف من الآباء ضد بناتهم، وخصوصا تلاحظ أنت كل الأمهات مطلقات، فلابد إنهم يضعوا حد وعقاب رادع. يعني أنا أقول إنه هذا الحديث طالما مختلف عليه في صحته لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، لأنه أساسا يتنافى مع مضمون الآيات. يعني أنا أترك آيات كلام ربنا الآيات القطعية الدلالة إلا ما نشك في صحتها ولا في حرف منها، ونأخذ بأحاديث مشكوك في صحتها. يعني هذا شيء غريب جدا يا أستاذ علي، لأنه نريد فقط أن نبرئ الرجل. لأنه أنت تعرف، أنا أقولها بصراحة، القضاء كثير من القضاء وكثير من الفقهاء منحازين للرجل فيحكمون لصالح الرجل. نعم. يعني هنا هذه أنثى، لو يعني أنا من يعني حتى هنا تجد هنا في بعضهم يقول لك إنه إذا كان هو الأب سواء كان أب أو أم، هنا تجد بعض الفقهاء بعض هذا الآراء تقول لا، الأم تقتل بولدها لأن هي نعم. ما لا ولاية عليه. نعم. عموما يعني وقتنا انتهى. نعم وقتنا انتهى دكتورة سهيلة زين العابدين، شكرا لك الحقيقة على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات، وإن شاء الله العدالة تتحقق في هذه القضية وفي غيرها. راح نكون سوا إن شاء الله في حال وصلنا إلى حقائق جديدة أو الحكم النهائي في الأيام المقبلة. شكرا لك. شكرا لك، بس اسمح لي أنا أناشد القضاء إنه حتى يراقبوا أو يأخذوا لا يأخذوا بحديث أنت أحق به ما لم تنكحي بالنسبة للحضانة. يعني هذا حديث سبب ضعفه، فما نحكم بالحضانة للأب ونحن ونحرم الأم من حضانة أولادها. وأحيانا يكون الأب معروف إنه يمارس إنه يتعاطى مخدرات إلى كذا، ويحكم القاضي بهذا في قضية بالطفلة هذه. الحقيقة أنا لا يحضرني الآن اسمها إلا ماتت قبل لما الأب ثبت إنه بيمارس العنف ضد البنت، ولكن القاضي أمر بأنه ترجع البنت لأبيها، فرجعت البنت لين قتلها الأب. نعم. إحنا عندنا ولم يحكم عليه. عندنا قضية أخرى راح نناقشها إن شاء الله الأيام المقبلة، يمكن بكرة
بكرة في بكرة المنتخب، بس يمكن في الأسبوع المقبل، قضية أيضا محزنة. عموما شكرا لك دكتورة سهيلة. شكرا لك، وأنا أشكر لك على سعة صدرك وإتاحت لي الفرصة. لا لأنه الحقيقة الموضوع شائك ويحتاج أيضا إلى بحث أكثر، وكنت أتمنى أنه لو كان يحضر معي أحد العلماء وأناظروا في هذه القضية. سيحدث زي ما سوينا مرة قبل سنة. نعم أيوه. عموما فاصل ونعود لكم بعد قليل. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا بكم. طبعا يعني انا تعودت الحقيقه على المفاجات وعلى مثلا كيف بحث طويل والنتائج يكون عارفينها الناس، هذا عادي. بس لما يكون في بحث طويل والنتائج يكون عارفينها الناس وتجي الجهه اللي بحثت تعطيهم نتيجه مختلفه غير منطقيه، في حاله يعني ابداع غير طبيعي، يعني إبداع يعني حقيقة هو يعني كيف كوميديا سوداء يعني قاتمة جدا. عموما أنكرت هيئة مكافحة الفساد نزاهة أن يكون هناك أي علاقة بين الفساد المالي والإداري بمستوى دخل الفرد السعودي، مهاجمة طبعا في نفس الوقت ما تردد في محاضرات بين نزاهة ومجلس الغرف السعودية أن معدل دخل الفرد سيرتفع من 21 ألف إلى 84 ألف دولار في السنة إذا قضي على الفساد. هيئة الفساد قالت أن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند على بحث علمي دقيق وليست خاصة بالمملكة، وأنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن تكلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة. وأضافت الأجدر بالباحث النهوض بدراسات وأبحاث علمية حديثة محكمة للاستفادة منها وعدم الاعتماد على مثل تلك التقارير. طبعا يعني لو النزاهة اختلفت معاه في الرقم ما في مشكلة، بس هي نفت أنه يكون له تأثير على الدخل. طيب أنا ما أفهم اقتصاد، راح يكون معي ضيف يفهم في الاقتصاد ونشوف القصة الليلة. خلونا نشوف بس قبل ذلك هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم نعود للنقاش. الفساد بريء من تدني مستوى دخل المواطن السعودي كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، هذا ما أكدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكأن الفقر والبطالة وتدني الدخل هبطت ببرشوت على المجتمع السعودي. في المقابل لم تبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمعروفة باسم نزاهة أي متهم يمكن أن يكون متسببا في تدني دخل الفرد في السعودية، فالفاعل ما زال مبنيا على المجهول وضميره مستتر بحسب الهيئة. في المقابل يرى مراقبون أن نزاهة لا زالت تحوم حول حمى الفساد دون أن توشك أن تقع فيه، ويبدو أن فترة الإحماء طالت كثيرا قبل أن تمارس الهيئة دورها، فقد رأت النور منذ نحو عامين ومنحت من أجل أداء هذا الدور دعما غير محدود من قبل القيادة السعودية. لا توجد إحصاءات دقيقة بمعدلات الفقر في السعودية، لكن نسبة البطالة وبحسب إحصاءات وزارة العمل بلغت نحو 10.5%، وهي النسبة ذاتها التي أعلنتها الوزارة في آخر إحصاء لها عام 2009. فيما تسبب الفساد الإداري والمالي في تعثر مشاريع كلفت الدولة خسائر قدرت بنحو تريليون ريال خلال العشر سنوات الأخيرة. وبعد أن أصبح الفساد بريئا من تهمة تدني دخل المواطن السعودي بحسب هيئة مكافحة الفساد، يتساءل كثير ما سبب الفقر والبطالة، ولماذا تحول حلم امتلاك منزل على أرض الوطن إلى كابوس يقض مضاجع البسطاء الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بأباطرة الشبوك وتجار التراب في بلد بحجم قارة. إن كان الفساد بريئاً من تهمة تدني دخل المواطن السعودي، فمن الذي حول حافز إلى حلم لكثير من الشبان والشابات الذين قتل أيامهم ولياليهم الفراغ والبطالة وقلة ذات اليد؟
وبالعودة إلى لغة الأرقام، وبحسب تقرير صادر عن مجلة فوربس الأمريكية، لم تجد السعودية مكانا لها ضمن قائمة بأعلى 10 دول على مستوى العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة، روتانا خليجية، جدة. شكرا عزام الخديدي على هذا التقرير. دائما أقول لك يا عزام، الشق أكبر من الرقعة للأسف. معي الدكتور فهد بن جمعة، الخبير والكاتب الاقتصادي، يعلق على من الصادق، ومن هذه صارت أغنية، من الصادق من الكذاب. دكتور فهد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك. ما رأيك في الدراسة اللي ذكرناها الآن؟ هل الحق مع الباحث ولا كلامنا يعني نزاهة صح بأنه الفساد ما له علاقة بارتفاع دخل الفرد السعودي أو انخفاضه؟ إذا تسمع لي يا أستاذ علي بس دقيقة أوضح للمشاهد. نعم. لأن هنا يصير في مغالطة بين الدخل ودخل الفرد وبين الدخل المتاح للفرد. نعم. على المواطن أو المشاهد يعرف أن الدخل هذا ليس هو دخله، يعني راتبه، وإنما هو عبارة عن تقسيم إجمالي الناتج، قيمة الإجمالي الناتج المحلي اللي هو مثلا في 2011 2.2 تريليون ريال على عدد السكان السعوديين اللي هم 19 مليون و400 ألف. هذا يعطينا 78 ألف دخل الفرد من إجمالي الناتج الإجمالي. لأعطيك إجابة محايدة، عندما يدعي هذا الخبير إن دخل الفرد سوف يرتفع من 78 إلى 236 ألف ريال، يعني إن دخل الفرد للإجمالي الناتج المحلي يرتفع 300%. يعني لا، هو قال من 20 إلى 84، يعني برضه نفس النسبة. دولار على دولار. نعم. إيه، أنا أحسبه بالريال عشان نفهم لغتنا، عملتنا الريال. نعم. فهذا معنى 300%. يعني تدري ايش معنى هذا؟ اجمالي الناتج المحلي المفروض يكون 4.5 تريليون ريال. هذا مستحيل يكون دخل المملكه. بعدين عندك احنا نتكلم عن اجمالي الناتج المحلي، يعني بالنسبه للحكومه ايرادات النفط معروفه. بعدين اجمالي ما ينتجه القطاع الخاص. اذا انا مع هيئة النزاهة، لا علاقة للفساد مع إجمالي الناتج المحلي داخل الفرد. وين الفساد يجي؟ الفساد يجي في الإنفاق، الإنفاق على المشاريع، الإنفاق والرشوة، هذا يجي على مستوى الإنفاق. تصور أستاذ علي لو إحنا نضيف اللي نسميه بلاك ماركت، الاقتصاد الخفي. نعم. اللي أنا صاد الظل. قيمته 320 مليار، لو نضيفه على إجمالي الناتج المحلي ما يزيد دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلا إلى 128 ألف. فهذا يعني شبه مستحيل. نعم، بس دكتور فهد الآن أنت فنت موضوع الباحث، لكن ما يتعلق بنزاهة هذا النفي القاطع، لأنه ما راح يكون في أي انعكاس على دخل الفرد. ما نتكلم عن دخل الرصيد، ولكن أيضا ما نتكلم عن الناتج الإجمالي، لكن نتكلم عن دخل الفرد، مو بشرط المال ولكن حتى مستوى الصرف. هذه كلها تصب في النهاية في دخل الفرد. دخل الفرد مو راتبه، هذا الدخل الإجمالي الناتج المحلي، هذا التعريف الاقتصادي. دخل الفرد مش راتب للشخص، مش دخلك أنت الشهري. نعم، صح. علاقة بالفساد. صحيح، بس اليوم إذا كان أنا قضيت على الفساد، هذا المعدل دخل الفرد ما يرتفع؟ لا أبدا، ما له دخل. طب على ماذا ينعكس إني أقضي على الفساد؟ أنا على الإنفاق على المشاريع، الإنفاق. مثلا أنا أنفق عندي مشروع 100 مليون وأعطي واحد رشوة 50 مليون، والخمسين يسوى بها مشروع رديء، هذا الفساد، فساد إداري مالي داخل الإدارات. إيه، بس هو عشان نبسطها شوية دكتور فهد المشاهد، هذا المواطن اللي هو ترسي عليه مشاريع وكل شيء، هذا ليس مواطن؟ يعني هذه المشاريع اللي تصب عليه سواء كان مقاول ولا يعمل بالباطن، هذه برضو ما لها انعكاس؟
في هذا الانعكاس، بس ما لها دخل في دخل الفرد، هذا لها انعكاس على ما يتم انفاقه والخدمات اللي تقدم للمواطن وخلق الاعمال وخلق الوظائف، هذا موضوع ثاني ما له دخل في الدخل. في فرق بين الدخل، الدخل العام للدوله، وبين الانفاق اللي تكون بالحكومه تنفقه، مثلا واحد يعطيك راتب بدلا من 5,000 يعطيك 10,000، هذا فساد. نعم. لكن ما له دخل في اجمالي الناتج المحلي. طيب يعني كل الدراسه اللي قدمها، احنا الاول حاولنا ان كل باحث معنا حتى يعني يقول وجهه نظره، بس للاسف ما تعذر ذلك. كل اللي قاله الباحث يعني غير منطقي. ما هو غير منطقي، هذا لا صحه له ولا ينطبق، لا منهجيه علميه ولا بحث ولا ارقام. وعلى فكره انا كل شهر انا اقيم دخل الحكومه واجمالي الناتج القطاع الخاص، يعني كيف القطاع الخاص يفسد نفسه؟ ما هو معقوله. هذا اجمالي الناتج المحلي، هذا التقرير وهذا الباحث لا صحه الكلامه، واتحداه اتحداه ان يجيب اي مصدر او رقم، وانا اجي عندك على يا هلا، واتحداه قدام المواطنين وقدام انه يقول ان الفساد يرفع اجمالي الناتج المحلي، هذا لا صحه له ابدا. اللي يرفع اجمالي الناتج المحلي زياده الصادرات، سواء الصادرات النفطيه او صادرات القطاع الخاص. نعم. هذا هو اللي يرفع اليوم الإجمالي. اليوم يا دكتور فهد كسبنا مناظرتين، انت والباحث والدكتوره سهيله قبل ذلك، واحد القضاء او العلماء الشرعيين في الحلقات المقبله. شكرا لك دكتور فهد على يعني تلبيه الدعوه، وكنت معنا على الهاتف تفنيد هذا الامر. بالنسبه للنزاهه، زعلنا او رضينا، يعني هذا امر لا يعنيهم ولا يعنيني ترى بالمناسبه، لكن للامانه وللمهنيه في كل مره نتطرق لشيء يمس نزاهه، طبعا يعني هيئه مكافحه الفساد، طبعا في كل مره يكون موضوع يتعلق بها نتصل على المسؤولين فيها، على مدراء العلاقات العامه، على متحدثين، ولكن للاسف الى الان لا مجيب. وانا اعيد واكرر، ترى ما في اي عداء شخصي، ولا احنا نتمنى تنجحون، لكن ايضا من حق الاعلام ان يسال، ومن حقكم علينا ان نقول برضو انجازاتكم، ولكن يعني لا تروحون للفرع وتخلون الاصول. يعني انتم الان ما دخلتوا في الوجبه الرئيسيه، كلها يعني مقبلات الان، حتى لا يرتقي الامر للمقبلات. عموما نتمنى انكم حاضرين معنا دائما، حتى يعني يكون في تمثيل كل الاراء، وحتى يعني لا تشعرون بان احد يقسو عليكم، فاحضروا معنا وقولوا رايكم، ربما تطلعون منتصرين والناس يفهمونكم افضل ويعني يقدرون ما تعملون. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. القاكم غدا مع تمنياتي لمنتخبنا بالفوز او التعادل او حتى الخساره، يعني ما تكون كارثيه. القاكم غدا في امان الله.